السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. صحة فطوركم مع السهرة الرمضانية الأخيرة من هذا الموسم مع برنامج طبعا في التسعين. عدد سنخصصه للحديث عن الحدث الذي ستحتضنه الجزائر قريبا، والعدد التنازلي طبعا بدأ، وهو طبعا كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المؤهل، أو طبعا الكأس المؤهلة إلى كأس العالم. سنتوقف أيضا عند تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى مع كل الإثارة التي شهدتها مع مباراة نجم مقر مولودية الجزائر اتحاد العاصمة اتحاد خجلة شباب الوزداد في دربي أمام النادي بارادو. الإثارة أيضا موجودة في قسم الهوات مع القمة الكبيرة التي لعبت بتيارة والتعادل بين الشبيبة المحلية والنجم بن عكدون وطارج مستغانة. أصبح في أحسن الأروقة للتنافس أيضا على الصعود بعد الفوز على وداد تلمسان اتحاد والسوف وجمعية خروب في المجموعة وسط شرقي تنافساني وبقوة على ورقة الصعود هذا الموسم. أجمل الأهداف، نوستالجيا والكثير من الصور في هذا العدد رقم 16 من برنامج في التسعين الذي أسعد فيه بتواجد جابر نعمون. أهلا مرحبا جابر. مرحبا الأخ كريم، صحة فطور كريم، صحة فطور محللي التلفزيون الجزائري، وصحة فطور الجمهور الرياضي. إلى جانبك محمد زكريني، أهلا مرحبا. أهلا كريم، جمهورنا الرياضي كريم، متتبعي قناة التلفزيون الجزائر، صحة فطوركم. صحة فطوركم، ولأول مرة هذا الموسم في برنامج في التسعين حسين يحيى، أهلا مرحبا، صحة فطورك. شكرا، سعيد جدا بوجودي معك ومع الإخوان، صحة فطوركم، وتحية لكل المشاهدين الكرام في الوطن وخارج الوطن. مع بداية الحسابات البوديوم البقاء كنا بحاجة إلى مايسترو يسير شوية اللعب هنا. معليش نبدأ بها وإن شاء الله نقضي سويا أمسية كروية وسهرة رمضانية ممتعة. كما قلت الحدث هو كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة. زميلنا أنيس مزيان تنقل إلى مركز سيدي موسى، عاش طبعا معهم سهرة رمضانية وأمسية رمضانية مع بداية تربص المنتخب الوطني بقيادة طبعا السقي رمان. التحدي بالنسبة للمنتخب الجزائري هو التأهل إلى الدور النصف النهائي الرباعي. المتأهل إلى المحطة ما قبل الأخيرة سيخوض المونديال. ماذا أعد لنا زميلنا أنس مزيان؟ ماذا يوجد في جعبته بعد سهرة رمضانية عاشها مع العناصر الوطنية؟ نتابع سويا. ظروف مريحة وفرت في المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، فكان وفد المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة حاضرا، والهدف إنجاح آخر تربص مغلق قبل الدخول في غمار منافسة كأس إفريقيا التي ستقام في الجزائر والمؤهلة إلى كأس العالم. فالمنتخب الوطني روح مجموعة أهمية كبيرة، يعني كاين عوامل بغض النظر عامل تكتيكي وجانب التقني وجانب الموهبة تاع اللاعبين، كاين عامل جماعي. كرة قدم أو كرة لعبة جماعية تطلب إلى تلاحم، تطلب إلى مساندة ما بين من بينهم، تطلب إلى عمل جماعي فوق الميدان من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية. روح مميزة وأجواء أخوية جميلة ميزت اللاعبين داخل المعسكر، فاستغلوا الشهر الكريم لقضاء فترة مريحة وخلق صور جميلة روحانية داخل المصلى. راح المجموعتين كأس العرب كما تشوف تقدر تقول 50% هي اللي توجنا على جالها، وثاني للجمهور واللعب تاعنا وش المدرب تاعنا عطانا النصائح اللي خلاتنا نتوجوا بالكأس العرب، وان شاء الله نزيد نفرحهم في كأس افريقيا. الطاقم الفني برمج حصة معينة عبر تقنية الفيديو، وبها منحت النصائح والتوجيهات مع التركيز على نقاط قوة وضعف المنافسين. وبعد الإفطار الجماعي برمجت حصة تدريبية تطبيقية بهدف إبقاء اللاعبين في جاهزية تامة ومحاولة خلق الانسجام بين المجموعة. كاين هناك اختلاف في التحضيرات سورتو خصوصا في هذا الشهر الكريم هذا. من بين التغييرات اللي قمنا بها هو التدريبات،
عموما تدريبات راه نقوم بها في الفتره المسائيه بعد صلاه التراويح، اللاعبين يرتاحوا شويه من بعد صار حوالي ساعه من بعد صلاه التراويح. ومام لو بروغرام اي ان بو ليجي، صادر مخفف، برنامج مخفف، ما كانش واحد لا شارج كبيره على الشبان تاعنا. انا صح عائله وحده، والمدرب تاعنا كالاب تاعنا واخ كبير تاعنا، وان شاء الله العائله هذه تروح بعيد في كاس افريقيا وتاهل للمونديال ان شاء الله. هذه هي تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحسباً للمشاركة في كأس إفريقيا القادمة والتي ستقام هنا في الجزائر. كل الظروف مهيئة والهدف تقديم دورة مميزة وتنتهي بضمان مشاركة وتأهل إلى كأس العالم. فعلا زميلي أنيس، هذه تحضيرات المنتخب وتحضيرات أيضا التلفزيون الجزائري متواصلة من أجل ضمان أفضل تغطية ممكنة لهذا الحدث القاري من خلال نقل كل المباريات ومن خلال أيضا بلاطوات تحليلية قبل وبعد كل المواجهات، وقبل ذلك مرافقة المنتخب الجزائري من خلال العديد من الروبورتاجات التي أنجزها الزملاء. طبعا العديد من الزملاء والفرق التقنية تنقلت إلى مركز سيدي موسى، لدينا الكثير من الروبورتاجات والحوارات الحصرية سنتابعها إن شاء الله على عبر قنوات التلفزيون الجزائري مع هؤلاء الشبان الذين رفعوا التحدي وتوجوا بكأس العرب. إن شاء الله سيرفعوا التحدي مرة أخرى في كأس أمم إفريقيا والتأهل إلى المونديال. تأهل إلى المونديال حسين يحيى، أنت من يعرف قيمته جيدا، وأنت الذي لعبت المونديال، مونديال الأواسط، ولعبت ضد مارادونا ولعبت ضد أسماء كبيرة جدا، فرصة كبيرة بالنسبة لهذه المواهب حتى تنضج تكتيكيا ولما لا تصنع لنفسها اسم كبير في عالم كرة القدم، لأن البدايات تبدأ من هكذا أحداث. نعم، هي فرصة كبيرة أولا في مشوارهم وانطلاق المشوار تاعهم اللي راح يكون من هذه المقابلات اللي تكون كبيرة، لأن مستوى عالي اللي تخليهم يكسبوا تسيير المشوار تاعهم وكذا تسيير المقابلات الكبيرة والصعيمة، وكذلك تدخل في مشوارهم لأنهم هم أقل 17 سنة قريب على الأمنية تاعهم. الهدف هو باش يلعبوا في مع الأكابر، دونك كل الإمكانيات على حسب كما نشوفوا متوفرة لي باش يكون عندهم فرصة لي بالتتويج أولا، وزيد ما نساوش التتويج الأخير راه الدعم لهم، كسبوا هذيك الضغط المقابلات الكبيرة من الجانب البدني التكتيكي الفني. أظن هذه فرصة لهم باش يبداو، لأن بداية المشوار تاعهم من دوك، لأن من قبل كانت تحضير، كانت انفورماسيون دو باز اللي تخليهم دوك باش يدخلوا من الباب لكسب مكان أولا في مع الأكابر في كل النوادي تاعهم، وكذلك لماذا تكميل المشوار تاعهم في المنتخبات سواء 20 سنة أو 23 سنة أو الأكبر. في جيل حسين يحيى أسماء كثيرة بعد ذاك المونديال تألقت وأصبحت في الفريق الأول، من تتذكر سكرين؟ بن جاب الله، بويش، جنادي، عثماني كان حارس مرمى. لعبي أنا نشفل هذه المباراة، يعني تلعبت في 79، يعني بكل صراحة كان جيل كبير كبير، يعني لعب وصلوا، يعني شوفي كانوا الشوط الأول 0-0 أو هدف مقابل 0، فالشوط الثاني اللي انقلبت يعني الموازين خسروا 5-1 إن لم تخلني الذاكرة أو 4-1. لا فكر لا هو راه في طريق صحيح. كان مشجع أنا ذاك، أنا كاش حكي. لا أنا كنت مشجع. لا والله إلى آخرين من الإخوان غير هذاك المنتخب هذاك كان في واحد واحد القيمة حتى نحفزوا هاد الشبان اللي يشوفوا فينا الان ويشوفوا هذا الروبورتاج ويتابعوا البرنامج، فرصه باش تحفزهم وتعطيهم قيمه هذه الكاس والفرصه امامهم ليتالقوا ويصنعوا مجدا كرويا للجزائر الاخر. يامنوا وشتي اللي راح نزيد ندعمهم
أن لما نشوف الإمكانيات والتدريب الحضري التدريب الميثودولوجي نشوف فيها مودرن، هذه اللي تخليهم يمنوا، لأن الجزائري معروف يعرف يلعب الكرة كما احنا لجنا كما أولادنا اللي راهم دوكا. أن نعود نولي برك الماضي تاعنا، فزنا بكاس إفريقيا وبعد شهرين رحنا لكاس العالم، لحقنا حتى للربع نهائي، ربحنا الإسبان، درنا مقابلة تعادلنا مع المكسيك وتعادلنا مع جابون، ورحنا الكار دو فينال اللي كما كان يعني فريق كبير. ولكن شوف ما لازمش إنسان يهرب من الهزيمة ولا يشتكي محسوب. 25 دقيقة 0-0 مستوى عالي، ولكن لماذا تسجلوا علينا الأهداف هذو؟ الشوط الثاني لأن كانت هذاك الوقت ليكيب تاعنا الفريق تاعنا المبني تقريبا على 11-12 لاعبين في 25 دقيقة أصابوا زوج لاعبين هو جنادي وصبار. لما خرجوا هذو ما كانش بدائل في نفس المستوى، ما كانش البديل وزيد اللاعبين هذاك الوقت. خاوتنا جو بروفيت لوكازيون باش نسلم عليهم ان الغلطه اللي دارها هذاك الناخب الوطني راشكوف ان تكل بزاف على 11 لاعبين، دونك هذوك اللاعبين الاخرين ديموتيفاو شويه ولاو ماهمش محسوب مركزين، دونك ميم كي كان التغيير ما عطاش الزايد. الور اون فاس ايكيب كوم لارجنتين مارادونا دياز بار. لا نزيد لك حاجة في هذه، الفريق الأرجنتيني في 78 كان بطل العالم وأغلب اللاعبين هذوك اللي جينيور مارادونا كانوا رومبلاسون في 78، ما لعبش ما لحبش يلعبوا المدرب مينوتي ما حبش يلعبوا باسكو علاه كان كامباس كانت لا غروندي كي تاع الأرجنتين وكان هو صغير 18 سنة هذاك الوقت ولا ما حبش يدخلوا يلعب هذاك الفريق بأكمله. هذوك لي جون اللي كانوا رومبلاسون 18 19 هما اللي جاوا لعبوا كأس العالم ولعبوا ضد الجزائر. هذا هو فتحنا نافذة هكذا على تاريخ المنتخب الجزائري، لأنه المستقبل مرتبط بالحاضر ومرتبط بالماضي بقدر ما ندعم هذه المواهب الشابة، بقدر ما نفتخر ونسعد ونعتز بمجد كرتنا وبأسماء كبيرة تألقت وصنعت الفرح الكروي الجزائري. الإمكانيات جابر متوفرة، التحضير في أعلى مستوى، المواهب موجودة. أعتقد إشكالية البدائل اللي كان يعاني منها المنتخب الوطني آنذاك مع يحيى حسين غير موجودة، كيف ترى حظوظ المنتخب الجزائري في هذا التحدي الإفريقي المهم جدا؟ أولا الأخ كريم والله شيء أقوله، هؤلاء الشبان يحسدون على ما هم عليه من حيث الإمكانيات ومن حيث الظروف التي وفرت له، لأنه أنا لما كنت في فريق اليوديسات في تصفيات كأس العالم ضد المنتخب المصري لم نكن نملك هذه الإمكانيات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أنا متفائل بهؤلاء الشبان، متفائل من حيث المواهب التي تكلمت عنها رأيناها في كأس العرب، وشيء مهم جدا متفائل منه وهو الاستقرار في العارضة الفنية مع رزقي رمان. والشيء الثالث الذي أنا متفائل منه وهو شخصية هذا المنتخب، رأيناه في كأس العرب كيف يحول المباراة من الانهزام والريمونتادات التي فعلها، خاصة في المباراة النهائية الدقيقة الأخيرة عدل النتيجة وفاز بكأس العرب. إذا فريق مستوى مختلف أكيد أقوى من كأس أكيد العرب، خاصة الآن لما تتكلم عن المنتخب السنغالي في المجموعة تاعهم، تعرف أنه التكوين الأكاديمي تاع المنتخب السنغالي والثورة التي حدثت في منتخب السنغال من الفئة الشبانية إلى فئة الأكابر سيجدنا صعوبات، لكنني متفائل خاصة لما شفت الجو العائلي. لما صرح واحد اللاعب ماذا قال؟ قال نحن نتعامل مع رزقي رمان وكأنه أب لنا. شوف كيفاه الظروف كانت وكيفاه الصلاة مع بعضهم ولوكيني كيفاه يتكلم كأنهم أبناؤه. شوف هذا الجو العائلي وهذا الظروف هي التي ستصنع هذا الفوز إن شاء الله. الحديث إذن سيتواصل عن المنتخب الوطني أقل من 17 سنة، كما قلت الزملاء أجروا العديد من الحوارات الحصرية للتلفزيون الجزائري ستبث عبر قنوات التلفزيون الجزائري، أقول في قادم الأيام بحول الله. إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد الفاصل.
تسويق الرزنامة إذن يتواصل من خلال برمجة العديد من المباريات، مباريات حملت الكثير من الجدل التحكيمي الذي يصنع الحدث والذي طغى على الكثير من الأشياء في الأسبوع الفارط. لذلك سنبدأ مباشرة بأبرز الحالات التحكيمية التي لم نقدمها أو التي جاءت بعد عدد الأسبوع الفارط، والمتعلقة طبعا بمباراة اتحاد بسكرة أمام شباب الوزداد، مباراة شبيبة الثورة أمام جمعية تشلف، مباراة شبيبة القبائل أمام أتلتيك بارادو. هي هكذا الحالة الذكريني، ولا أدري من أين نبدأ، أدرك بأنها كثيرة. سنركز سويا، سنمنح لك الوقت الكافي لتشرح وتفصل حتى يفهم الجمهور الرياضي، وحتى نقدم تحليلا منطقيا شافيا وافيا. إذن إليك الحالة الذكريني. نعم، بطبيعة الحال أسبوع مشاكل تحكيمية يعني كثيرة، يعني بكل صراحة نقولها أن هناك أخطاء تحكيمية وأخطاء كانت مؤثرة جدا، باعتراف المسؤول الأول. نعم، باعتراف الجميع، باعتراف الجميع. شيء واضح وضوح الشمس، يعني ما تقدرش تخبي الشمس بالغربال، وأنك تشوف أنت ضربة جزاء لا تعلن ولا تسللات ولا يعني أشياء هذه العين المجردة تشوفها، يعني بكل صراحة نقولها. ولكن فيه كذلك بعض الأخطاء الصعبة، أخطاء مؤثرة ولكن صعبة في داخل قضية الميدان على الحكام. لهذا دائما نطالب بتقنية الفار، لأنه لو يكون موجود الفار سيساعد كثيرا وكثيرا، لا ينهي نهائيا، بل 95-97-98% من الأخطاء يعني تنقص بزاف، يعني بكل صراحه. غدا مبدئيا يوم الاحد القادم في اجتماع المكتب، اجتماع المكتب في الدوله، غدا ان شاء الله في جمال حمودي رئيس اللجنه يعني حضر مشروع تاع الفار، سيقدم غدا ان شاء الله للمكتب الفيدرالي الذي سيجتمع غدا، مشروع من اجل نتمنى ان شاء الله المصادقه عليه تحضيرا للموسم القادم باذن الله. تكون عندنا وقت حتى الملاعب تاعنا تكون جاهزه، لان الفار كاين كايتشارج، يعني ماشي غير ارواح مع واحد الشركه. والحديث عن الفار ماشي من اليوم، لما كانت الشان هنا نظمنا الشان كان اتصال مع ميديا برو، يعني عبد الحق تشالي اللي راه مدير تقني مع عبيد شارف مهدي، هما اللي اتصلوا راحوا تكلموا مع هذه الشركه وتفاهموا يعني بكل حاجه. لذا حضرت اللجنه المشروع الذي سيقدم غدا ان شاء الله. ماذا بينا الموسم القادم ان شاء الله لما نبداو البطوله، نبداوها ككل الدول اللي عندها الفار، يعني المشاكل هي نقصوا كثير وكثير. الشيء الغريب، لماذا هذه الاخطاء في تقريب نهايه الموسم؟ لا، والمشكل وراه في اسبوع، الأسبوع هذا، الأسبوع حدثت فيه ضجة كبيرة، يعني أسبوع وأخطاء مؤثرة، يعني مؤثرة على بعض الفرق التي تلعب خاصة. يلا هيكل نبدأ وبعد ذلك نحلل الهوامش. من أين نبدأ يا هيكل؟ كثيرة هي الحالات التحكيمية. يلا، اخترت ان نبدا من مباراه شبيبة قبائل أتلتيك بارادو. يعني في هذه الحاله يعني بكل صراحه ضربه جزاء شرعيه صحيحه، يعني هذه الحاله نقولوا احنا شوف يدو كيفاش كانت الى بريمير ريسك، يعني المجازفه تحملها اللاعب. انت شوف يدو كيفاش كانت مفتوحه، الكره، منع الكره من المرور باليد، ضربه جزاء صحيحه شرعيه لا غبار عليها، لم يعلن عنها الحكم. زيد في هذه الحالات انا نقولوا علاش قلنا الفار؟ شوف ماشي غير هذا، نجيب لك مباراه اخرى كان في نفس الملعب وين الحكم ما علنش عن ضربه جزاء لينا، لان اليد اليمنى دائما تكون مخبيه على الحكم، ليست اليد اليمنى كاليد اليسرى. اليد اليمنى صعب خاصة كي تكون قريبة وين ما يشوفهاش الحكم، لأن قاموح واحد من حكام الأكفاء في الجزائر، يعني بكل صراحة حكم التماس ما يقدرش يدخل. لا، علاه؟ ماهيش من جهته، كان من الجهة تاعو يقدر يشوفها، ولكن هنا راها من جهة الحكم، ولكن هذا ليس بعذر، هو قريب من اللقطة. خلينا نكملوا تاع قاموح قبل ذلك، نكملوا على نهضروا على قاموح، لأنه هو ورايح للشان، يبدا الشان إن شاء الله الأسبوع القادم، عنده تربص ابتداء من 21 أو 22 يبداوا التربص تاعه. الشاب يعني بكل صراحة أدى يعني مواسم ممتازة، تكون
حالات وين الله غالب تروح له وما شافهاش يتحمل مسؤولياته. دونك الشان مهم جدا. هذا يلزم يطلع له المورال باش يدير الشان مليح باش يكون هذا هو، لان قاموح هو مستقبل التحكيم الجزائري. شاب صغير عنده 34 سنه ولا عنده مستقبل امامه، لابد عليه ان يكون في المستوى كان ليس الشان حتى الوضع الامور كانوا كثيره اقل من 17 سنه اللي راح تجري في الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله يكون، وان شاء الله يكون الأخطاء التحكيمية كانت وما زالت وستبقى الأخطاء التحكيمية. ما وش معناتها درك حتى في الماضي ما كانوش. أنا نجيب لك الأخطاء حتى نتقدم، لأنه عندنا حالات تحكيمية كثيرة. عندنا حالات تحكيمية كثيرة للبيت طريقة ساعة سنبقى نتكلم عن التحكيم. ذكر فقط أنه في ضربة جزاء لأتلتيك بارادو شرعية أعلن عليها الحكم قاموح في تلك في نفس المباراة. لا أعلن عليها ضربة جزاء شرعية، يعني بكل صراحة كان عليها نروح الى ابعد من ذلك، يعني يطرد البطاقه الحمراء هكذا. اذا هذه الحاله الاولى، التسلل لم نظهر لنا انه لم يكن مؤثرا في تلك المباراه. نذهب الى اخترنا الحاله الاكثر اثاره للجدل في المباريات المتاخره، نذهب الى الثوره هكذا في مباراه مع جمعيه اشرف حملت جدلا تحكيميا. نشاهد سويا الصور هيكل وبعد ذلك حالة. تفضل. لا يعني نشوف في هذه الحالة كان سيد بن جهال هو اللي حكم هذه المباراة ضربة جزاء شرعية. أنا نعطيك الأدلة كيف الشرعية شرعية صحيحة لا غبار عليها. لما هنا راح جبدوا من اليد وطلقوا، جبدوا من الجهة اليسرى على الجهة اليسرى، والدليل على ذلك خليها تروح خليها تكمل تمشي، ولا واحد من لاعب الثورة احتج ولا، لانهم كانوا يشوفوا كل لاعبين كانوا يشوفوا في اللقطه. شوف خلي نكملوا في ضرب هيكل. يا هيكل يا قاسمي، ضرب الجزاء لانه فيه المسك وفيه العرقله من تحت، ضرب الجزاء شرعيه صحيحه لاولمبي شلف اللي اعلن عليها هايليك وراها. اللاعب رايح هو جبده ونحى يده، هكذا من الحالات يعني تقول صعبه، وهو شوف وراه خليه يزيد زيد هاوليك والله جبدو، يعني ضرب الجزاء صحيحة شرعية. نذهب إلى الحالة الأخرى. الحالة الأخرى تعالى الحارس هنا وش يقول القانون هنايا؟ ممنوع من عن باتن لما الحارس يكون في 5 أمتار و50 يصعد لمسك الكرة، ممنوع عليك توشيه قانونيا، ممنوع يعني هنايا شارجي سير لو غارديان بيوت. يعني هنايا درك نعاودوا للقطة، نعاودوا اللقطة هنا. قلت حتى نتقدم لأنه هكذا يمكن أن ننهي البرنامج. ودرك بأن عندك كلام كثير، ما زال عندنا حالات أخرى كثيرة. قلت هنا يوجد ضغط على الحكم على الحارس. على الحارس لما يكون شارجي سوري الجارديان بي داخل 5 أمتار و50 لما يصعد لمسك الكرة ويجي لاعب، هنا شفنا اللاعب، شوف هاوليك الحارس راح للكرة واللاعب أو صعد في منطقة اتفقنا. الحكم ألغى الهدف لهذا السبب وكان محق في قراره وأضاف 16 دقيقة لأن المقابلة توقفت. ولا 16 دقيقة ماهوش مهبول يزيد 16 دقيقة هذاك من راسه، لأن هو احتسب لسال قانون السال كرونوميتر هو الحكم شاف اللي المقابلة لما توقفت كان فيها الاحتجاجات ماشي على غير توقفت 16 دقيقة زائد التغييرات زائد. نذهب إلى بسكرة فيها حالات أخرى في بسكرة احتداد، يعني بكل صراحه ما عندها حتى معنى، يعني ما عندها حتى مطالبه بشرعية الهدف من جهه، لا لان الهدف غير صحيح والهدف غير شرعي. يعني بكل صراحه انا زاد يلا الى بالسكره. شوف هنا الحكم اخطا في قراره، العب وعلاش تلعب هنا ضربه جزاء لماذا؟ شوف الحارس ماذا فعل؟ هل لعب الكره؟ ما لعبش الكره، راح لعب الاعتراض، راح لعب شوف للاعب مباشرة ما لعبش. لا استنى معليش درك نكمل ونفهم. يا حسين قال لي بطاقة حمراء، ليست ببطاقة حمراء، لا لأن الحارس حنا ما كانش دوبل سانكسيون. دوبل سانكسيون نحاوها، علاش نحاوها؟ كيكون طونتي دو جوي، طونتي دو جوي يعني محاولة اللعب، الحارس حب يلعب الكرة ما لعبش الكرة، هنا بطاقة صفراء وليست بحمراء، ضربة جزاء زائد بطاقة صفراء وليست حمراء.
كما يكون ضربة يعني جزاء لم تعلن لاتحاد بالسكرة. يلا حالة أخرى المطالبة بضربة جزاء أخرى في هذه اللقطة. لا هنا هنا ينبال كيفاش إن أتوندو يعني لما تضرب في الأرض وتطلع اليد واليد في الوضع الطبيعي يعني إلا في حالة واحدة لما تكون على خط المرمى والكرة كاينة داخل للشباك واليد تمنع الكرة هنا يعني ليس هناك ضربة جزاء هنا هناك ضربة جزاء نذهب إلى حالة أخرى والحكم كان محق في قرار. هل هناك ضربة جزاء هذه من شرعية. أصعب الحالات احنا شفناها عدة مرات يعني اللاعب رمى روحه يعني بكل صراحة هو قريب من اللقطة يعني شفناها عودناها عدة مرات يعني أنا يا شوف شوف خلي جزيت تمشي هل يعني كان فيه عرقلة يعني بكل صراحة صعبة صعبة كما كاش كاميرا من الجهة هنا الأخطاء المؤثرة سكريني تحرم من ضربة جزاء وتعلن عليك ضربة جزاء جيب الفان خطرة جاية ما يكونش هذا مؤثرة نعم جاي إن شاء الله كي يكون الفان هذه الحالة يروح للفار يشوف الفار يتأكد وبعد يقول لا ما كاش ضربة جزاء هذا يتعب كل الدول دير الفار الفيفا علاش دارت الفار من أعلى جل مباراة إنجلترا ألمانيا في 2018 هدف إنجلترا سجل لم يحتسب ضد ناير لم يحتسب لهذا الإنجليز غضبوا واحتجوا كرة القدم حبوا نكرهوا اللايفار عند الإنجليز الإنجليز قالوا لازم نديروا الفار هذه هي الفار كل الدول الآن لديها الفار ماذا بين أهل الجزائر الاجتماع غدا إن شاء الله المكتب الفيدرالي وإن شاء الله الموسم القادم يكون هناك الفار من أجل أن ينتقل هذه الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل قلنا كل حالة ذكرناهم سكرين لا مزال قلت لك أسبوع تحالة تحكيمية أسبوع تحالة تحكيمية إن شاء الله يكون آخر أسبوع إن شاء الله التحكيم ندخل في غمار المباريات المتأخرة حتى هذه المباراة فيها حالة تحكيمية مثيرة للجدل نجم مقرى في مباراة كانت صعبة مهمة جدا بالنسبة له للابتعاد عن منطقة الخطر استقبل فريق معلي بالبوديوم مولودية الجزائر تعود بالنقاط الثلاث نقاط غالية جدا تعزز بحظوظها في مركز ضمن الأندية المشاركة اللي يسمح لها بالمشاركة القارية الموسم القادم أنيس مزيان يفصل نكتشف طبعا قلت بأنه جابر مولودية الجزائر بهذا الانتصار 35 نقطة بفرق نقطتين على السياسي وبفرق 10 نقاط على الرائد شباب بلوزداد هذا هو الهدف الغالي جدا للمولودية سنكتشف الهدف بعد لحظات كان من كرة ثابتة تفضل جابر مولودية الجزائر زاد بعث سباق البوديوم من جديد وقلتها سابقا معك في نفس الحصة قلت لك أنه المدرب بومال أعطى دم جديد وضخ دماء جديدة في مولودية الجزائر تأكد ذلك لأنه في 3 مباريات لم يتلقى ولا هدف وأصبح يحسن التفاوض خارج ميدانه لأنه هذه المباراة الثانية اللي ما ينهزمش خارج الميدان تفضل جابر قلت لك المباراة الثانية اللي ما ينهزمش خارج الميدان هذا هو الهدف ربما تاع نعم هذا هو الهدف تاع المدافع لانه الاخ كريم في العدد الفارق تكلمت لي نتاع العقم الهجومي لمولودية الجزائر ودخلنا في ان ديباف تاع العقم الهجومي لما لا يسجل هجوم المولودية يسجل دفاعه والمهم 3 نقاط وقلتها أنه أصبح يحسن التفاوض خارج ميدانه وبومال أحدث ذلك الديكليك داخل الميدان أو خارج الميدان واستطاع أن يوصل فلسفته في وقت قصير وحتى الفوز والعودة بثلاث نقاط من مقرى لفرق لعب من أجدر من بقاء موش سهل حسين نعم موش سهل ومهم جدا تعادل ضد قسنطينة أنا كنت نقول لي تأطروا الفريق المولودية وراحوا فازوا في مقرى ربما لم يتأثروا لأنهم لعبوا شوط ثاني مميز نعم. لما تلعب جيدا وتتعثر ما تتأثرش كما تتعثر وما تلعب جيدا لا حسين نعم 50-50 لأن نقولوا نوعية اللعب كانت في المستوى كانت في التغييرات كما قال الأخ جابر ولكن هما كانوا أكثر يحوسوا على الفوز للاقتراب من المراتب الأولى بكل صراحة أنا ما كنتش منتظر لأن مقرى ماهوش سهل في الميدان تاعو
وفازوا بثلاث نقط هذه اللي تخليهم يرجعوا ماهوش سهل ماهوش سهل في الميدان تاعو وراو بحاجه الى النقاط الثلاثه لانه دخل منطقه الخطر مجددا. والمولوديه 26 نقطه بفارق اربع نقاط عن اتلتيك بارادو وعنده خرجتين مقرا الاسبوع القادم والاسبوع اللي من وراه يخرج مرتين مقرا لانه ليست سهله عليه. هذا هو الهدف هدف إذا غالي بالنسبة لمولودية الجزائر بلمسة فنية من المدرب بومال الذي أحدث الديكليك داخل بيت المولودية بشكل سريع. هكذا في المولودية بهذا الانتصار تلتحق بالوفاق الصيفي بنفس الرصيد 35 نقطة بفارق نقطتين على نادي الرياضي القسنطيني. هل ستتأثر نجم مقرة حسين بهذا التعثر أم أنه قادر يعود؟ لا بكل صراحة تتأثر لأن الضغط راح يزيد عليها. المقابلات أخ كريم في نهاية الموسم ما كاش كما نديرها التسهل ولا التضييع خاصة ما عندكش حتى الوقت باش تفكر فيه. نعم خاصة في ميدانك لما تخسر في ميدانك عرف باللي راح تأثر عليك وتخليك تدخل في حسابات شاقة كبيرة. لكي تبقى يجب أن تفوز بمبارياتك داخل ميدانك وتتفاوض على النقاط خارج لأنه في مرحلة الذهاب يمكن أن تنتظر مرحلة العودة لتفوز خارج ميدانك وداخل، لكن في مرحلة العودة بقية 9 جولات ما عندكش الميدان اللي راح تسترجع بها هذه تنازل النقاط. بخمسية في الأربعاء وتنازل في ميدانك أمام ولودية الجزائر بشكل مفاجئ بالنسبة للنجم لأنه كان أفضل قبل هاتين المباراتين وتراجع مستواه في الوقت اللي نورمالمون ما يتراجعش مستواه. هي فترة فراغ فقط هذه فترة الفراغ لم تأتي في وقتها. وزيد أخي تفضل شيخ تفضل سامحني كاين تراجع أنا شفت مش معودين هكذا تراجع مم الجمهور تاعهم ما نشوف الملعب ما كانش صح هما محتاجين الجمهور في المقابلة الأخيرة ربما تأثروا بالخسارة السابقة أمام الأربعاء للاعبين والجمهور كذلك. إن شاء الله لا تدوم هذه الفترة الفراغ طويلة بالنسبة لنجم مقرة في حين فترة توهج للمولودية في وقت مناسب مع الفينيش الأخيرة في وقت مناسب. وقلتها لك سابقا أنه والله الفضل يعود إلى بومال. من يرى بومال كيف يغير في الشوط الثاني وطريقة اللعب تعرف جيدا أنه الأخ كريم استطاع أن يوصل أفكاره في وقت وجيز وهذه من خبرة المدرب لأنه هناك مدربين لازم لهم وقت باه يوصلوا الفلسفة تاعهم والأفكار تاعهم للاعبين. حتى عادة لما يأتي مدرب جديد يصرى الديكليك يصرى في مباراة واحدة ليس في ثلاث مباريات ننتظر الرابعة حتى نتأكد أكثر حتى يطمئن أنصار مولودية الجزائر. عندنا حالة تحكيمية في هذه المباراة سجل نجم مقرة هدفا لم يحتسبه الحكم هل هو شرعي أم لا؟ يذكريني شوف الحالة هذه فيها ديزاكسيون لقطتين باش من الجماهير تفهم فيه لو روتري ومن بعد تيك فيه لا دوزيام اكسيون ضربها براسو عطاها لزميلو. في الحاله الاولى ما نقدروش نحكموا لا، ولكن في الحاله الثانيه شوف هنا الكره مشات خليها تمشي لما توصل للراس تاع اللاعب زيد خليها تمشي هنا لما يلعبها شوف الابيض إلي بلوز افونسي راه متقدم على لاعب مولودية الجزائر معناه ان المساعد كان له الحق في رفع الراية لا يعني هنا كان تسلل واضح لأن لاعب نجم مقرة متقدم في الدوزيام أكسيون كيعطيها له براسه كان لاعب نجم مقرة حبسها كي يكون الكرة في رأس اللاعب وهنا شوف خليها حتى كي يكون في رأسه شوف ذكريني اشخرك الم يلمسها مدافع المولوديه لا 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 شوف براسه راحت ديريكتومون ما يقولوش لمسها يقولوا اسك لاعب تاع المولوديه اجوي لو بالون ها هو الفرق وراه هنا لعبها براسه راحت للاعب لما تمشي تروح شوف هنا راحت مباشره خلاص اللاعب الى انترفيري دون لو جو تداخل في اللعب تسلل واضح وموجود والهدف غير شرعي. اوكي اتفقنا هذا هو تفسير زكريني للحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة نجم مقرة أمام مولودية الجزائر. مباراة أخرى لعبت في ملعب 5 جويلية كانت مهمة جدا في حسابات البوديوم اتحاد العاصمة من اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية للزوار وتدارك الهزيمة أمام الوفاق الصيفي. الإثارة كانت حاضرة في ملعب 5 جويلية رغم غياب الجمهور بسبب العقوبة وانتهت بفوز اتحاد العاصمة النشيد سويا هدفي المباراة. بزاز ابراهيم يلفتها عاليه الهدف الاول
هكذا هي الإعادة، التوزيع مليمترية من بنزازا، نفذ الركنية بدقة، انطلاقة من توني سونغ من هناك يبحث ويتريد في نهاية المطاف، يعود إلى بنزازا، بنزازا إبراهيم يقدم كرة لمحيوس، محيوس يعود إلى بنزازا، هذه المرة يسدد با 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 ثاني الهدف من إبراهيم بنزازا الذي يبدع صراحة في 33 دقيقة من المباراة، يبدع إبراهيم بنزازا ويلعب بهدوء وبسلاسة وبأريحية وببراعة في هذه المباراة وبروعة بإبداع، توضع الكرة في الزاوية 90، ارتمى أسامة بلالي تابع الكرة ولكنها كانت هكذا لولبية دائرية. هذا الموسم بألوان فريق اتحاد العاصمة بعد تمريرة كانت من محيوس، سددها بثقة باطمئنان براحة بسهولة كأنه في حصة تدريبية بنزازا صراحة. والله واحد هذه ثقة ولا ثقة. ولا تعود ولا تسديدة بثقة و سين تكنيك ماشي ضربها بصدفة ولا كيفاش كونتورنا الكارديان وزيد نولي شوية الفريق خنجلة في الهدفين تنين ما كانش في باد ماركاج. سنتحدث عن خشلة بعض لحظات فيها الكثير من الاختلالات، لكن خلينا نبقى مع جمالية بنزازا لأنه جابر حاب يعلق، ولكن بديت معاك لأنك أنت اللي متعود تسجل بهذه الجمالية بهذا الروعة. سكريني يا أنا حسيت كايس لكن ما زال مركز مركز. شوف أردت التكلم على بنزازا لأنه شاهدت المباراة لما تكون تعلق أنت أخ كريم مديت لا رمارك على بنزازا في الركنيات، كل الركنيات على رؤوس اللاعبين وعليلات وعليلات وكأنه الشيء محضر في التدريب اكزاكتومون. لأنه واش تكلمت انت مع الشيخ حسين الآن واش قلت للشيخ حسين؟ قلت له هل هي ثقة أو تعود؟ تدرك جيدا أن اللاعب متعود على هذا الشيء في رأس عليلات أربع مرات بالرجل اليسرى وحتى طريقة الاحتفال تاعه يدرك جيدا أنه سيسجل الهدف. لما احتفل لم يحتفل لأنه شيء عادي بالنسبة له، لأنه هنا وجب التنويه إلى لاكاليتي تاع الجوار الجزائري، اللاعب الجزائري عنده لاكاليتي وعنده لاتيكنيك، لذلك لما تخدم أن تكنيسيان كما هكذا وتزيد تعطيه ثقافة تكتيكية تكون نتائج في المستقبل مهم جدا ذلك. سنعود بعد لحظات للحديث على اتحاد العاصمة ونشاهد في نفس الوقت الصور إن أمكن هيكل خاصة بالمباراة. حسين كنت تتحدث عن اتحاد خشلة، اتحاد خشلة خيب أملنا صراحة في هذه المباراة، لم نرى اتحاد خشلة الذي كنا ننتظره، لم نرى ماكسويل باكو، لم نرى بايزيد، كان الخلل في الدفاع، هل الفريق ما قدرش يلعب مباراتين في ظرف أسبوع بنفس الرتم العالي بعد العودة من وراء بالتعادل، أم أنه أحيانا تحدث هكذا لفريق في اول موسم له بالرابطة المحترفه الاولى؟ ممكن ماشي متعود على هذا السيره تاع في لو نيفو لو نيفو للقسم الاول، ولكن شفت اخ نغيز تكلم شويه على اظن نقص الامكانيات والرحمه، فماشي متعودين على تنقلين وهذا الاداره قامت بواجبها. نعم يعني نعم الفريق مكث هنا في العاصمه وحضر مباشره بعد العوده من الهرم. نعم ولكن استرجع يبقى صعب نوعا. نعم ولكن هو دار بداية موسم جيدة، كسب النقاط تاع تاعو في البداية اللي باش يستقر في الدرجة الأولى، أظن نقص شوية التركيز في المقابلات الأخيرة. لما تشوف الأهداف هادو ما كانش ماركاج سور لو تير ولا سور، بالعكس مع بارادو فاز بثلاثة وعاد بنقطة من وهران في ثلاث مباريات الأخيرة، بدا الطموح حتى في البوديوم. ما أظنش، أنا نظن هو المهم أن يكونوا المنتين تاعهم هذا هو الهدف تاعهم. يلا أنا 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 في التفسير تاعي تاع تراجع المستوى هو ليس تراجع مستوى وإنما خيب الظن في هذه المباراة وفقط، لأنه ضد اتحاد العاصمة، اتحاد العاصمة الميتريز بيان لو 5 جويي
في 5 جويلية يعرفوا كيفاه يلعبوا، ولما تلعبوا ضد اتحاد العاصمة لما يلعب ضد فريق في ملعب 5 جويلية يبحث عن الفراغات اللي يبحث عنها دائما مزيان ومحيوس، وجدوها لأنه لاعبي اتحاد خنشلة غير متعودون في الملعب الكبير لأنه المساحات تكون كبيرة. وأيضا لما تشوف اللاعبين اللي تكلمت عليه باكو هذوك لم يعطينا ذلك المردود الجيد، خسروا معركة وسط الميدان، لذلك لأنهم خسروا معركة وسط الميدان، وتحس باللي بن شيخة حاول أن يقتل المباراة في بدايتها، لأنه في الشوط الثاني ليس اتحاد خنشلة هو اللي شاهدناه في الشوط الأول، لأنه الثلاثي بنزازا بريلي وشيتا أيضا تحكموا جيدا في زمام لكن الأمور. لكن من يشاهد الأخ كريم اتحاد العاصمة يدرك جيدا أن المدرب بن شيخة راه في ورشات مفتوحة دائما، ما تكون ورشات ورشة الهجوم ورشة الدفاع، لما يتكلم دائما على الأخطاء البدائية التي تكلم عنها، لأنه من غير عادته المدرب بن شيخة أنه يتكلم على الأخطاء البدائية ويقول أنه ذلك اللاعب وذلك اللاعب، لأنه الأخ كريم المدرب مهمته ما هي؟ هي إيصال نظام تكتيكي ما، وليس معالجة الأخطاء البدائية. ولكن الأمور الآن الشيء المهم أيضا حسين هو أن هذه الجاهزية جت في وقت مناسب، اتحاد العاصمة يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكاف برباعية كاملة، اليوم تشعر بأنه لم يتأثر بالخسارة في الصيف، يفوز بأريحية قبل أسبوع من مباراة الدور ربع نهائي، شفنا فريق جاهز فوق أرضية الميدان، وشفنا عناصر أساسية أيضا في كرسي الاحتياط تعود تدريجيا، هذا أمر مريح مهم بالنسبة لنا كثيرا قبل مباراة الجيش الملكي الأسبوع المقبل. لا، كل حاجة نطلع حقها أن نوعية التركيبة تاع الاتحاد في المستوى لأهداف تاع الأوائل اللي دار في بدايه الموسم، وراها مدرب اظن اخ بن شيخه عبد الحق بن شيخه عنده امكانيات كيفاش يحضر اللاعبين وكيفاش يتخلى يجوز المراحل الفارغه. مهما شفت خسر في الصيف، رجع للمقابله هنا ضد خنشله ونشوفه فاز بالمقابله، وهذه لما يكون عندك مدرب محنك ونوعية اللاعبين تخليك تسير أمورك كما تحب. مهم جدا هذا الأمر، ونحن نشاهد الصور واللقطة الغريبة التي ضيعها محيوس تحكيميا. نقدر نتكلم في خفت تروح، كنت رايح نجي لي نقول لك لما تكون الحالات تجري لي لما تكون لا قادر نتكلم في مكان لما تكون المباراة ما فيها والو، ما كان لا حالات لا والو، تروح مباشرة. لا بكل صراحة المباراة كانت نظيفة يعني من جميع النواحي، بخلفاء صاحبي حلام ما لا وجود لحالات تحكيمية تذكر، وأداء مميز هذا لبخيف يعني اللي كان قريبا من شفنا المباراة لم يرتكب ولا خطأ يعني بكل صراحة. نذهب إلى مباراة والديربي فيها الجدل هذه المرة. أسبوع على الأسبوع تاع التحكيم. الأسبوع تاع التحكيم. مباراة انتهت بالتعادل اللي جاب هدف مقابل صفر بين شباب هدف مقابل هدف بين شباب الوزداد ونادي بارادو. نتابع سويا هدفي المباراة بتاريخ زميلنا وليد فرحاني. زروقي على جهة اليمنى، هل سيقدم له الكرة؟ فعلا وصلته، التوزيع من زروقي خطيرة، بنيران صديقة كبداد يضع الكرة في شباكه. سيناريو الأول في المباراة 1-0 لنادي بارادو، هكذا قدم بوزيدا وسعها زروقي. ماذا تفعل يا كبداد؟ ماذا فعلت يا كبداد؟ تابعها كبداد ولكن في مرمى قندوز، واحد الباك لا شيء. شباب الوزداد صدقوني هدف سيلهب المباراة، شيء سيشعل فتيلها. يحاول المرور دراوي إلى بوكر أيمن، يمر بوكر بجانبه بالخير، وحده بكير، مرة بكير توغل بكير مباشرة باتجاه بوكر، عرضية خطيرة بالرأس، إنه الجنون، إنه الدربي فعلا. وامبا يقول لا، وامبا يقول لا، الشباب حتما سيعود برأسية قوية. لم يفرحوا بهدفهم لدقيقة واحدة، ها هم السير بي، ها هو المتصدر، ها هو أحمر العاصمة يعادل الأوتار ويعود مرة أخرى. بوغرة بخارج القدم، وامبا يقول
يقول أنا حاضر أنا موجود برأسية محكمة يعادل الكفة والنتيجة لمتصدر. هكذا عدل وانبا. وليد فرحان حسين توقع أنه سيكون شوط ثاني مجنون، لكن في نهاية البطاطا المباراة لم تصل إلى المستوى الذي توقعناه، لماذا؟ لا، أولا شوف الأهداف والأفكار والضغط متغير بين بارادول سيربي. شفنا بارادو غير تماما اللعب تاعو. في الماضي شوفوا كان يستحوذ بالكرة. لا، الأمر مختلف الآن حسين. نعم، الفريق مهدد بالسقوط. نعم، لا يمكن أن يلعب لعب أكاديمي. وهذا نحييه المدرب لأن أفكاره في محلها، غير تماما خطة ولا استراتيجية اللعب، ولا يلعب أكثر بالمراوغات لأنهم فنيين ممتازين باش يكسروا الخطط ويروحوا بهجومات مرتدة سريعة اللي خلاو لعبوا على حساب إمكانياتهم القوية وضعف المنافس اللي هو شباب بالوزداد. هناك كثير الشيخ ثلاث أسباب خلت بارادو تكون هكذا. لأنه السبب الأول المرتبة التي فيها التي يتخبط فيها ما تسمحلكش، لأنه اللعب الأكاديمي معروف عليه أنه لعب جميل. ما تقدرش تلعب لعب جميل ولعب أكاديمي وأنت مهدد بالسقوط. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني فلسفة المدرب الكلاوي أنا أعرفه جيدا، هو لما هو كحارس مرمى هو يحب اللعب المباشر. هو جاء أتلتيك بارادو من أجل إنقاذه من السقوط وليس لبناء فريق ولعب أكاديمي. هذا هو الهدف الذي جاء من أجله، هو طريقة لعبه يحب اللعب مباشر. والشيء الثالث هو اللاعب كريم لما يكون مكون تكتيكيا يتأقلم مع أي نظام لاعب، لأنه في التكوين الأكاديمي هو تكوين شامل. إذا جاء مدرب يحب التيكي تاكا واللعب القصير سيتأقلم اللاعب بارادو. جاء مدرب يلعب اللعب مباشر حسب خصائص بوزيدا وبولبينا، لقينا انهم يميتريزيو المرتدات. كان عنده الشجاعه باش يغير على حساب الوضعيه اللي راه فيها. يروح بالهجومات المرتده السريعه وكذلك المراوغات اللي خلتهم جابوا النقطه هذه. والشباب اظن لم يغير شيء. اظن انا الشيء اللي رايي الخاص ان كان لازم على المدرب الكوكي ان يغير شويه اللاعبين اللي دخل يقول نفس جديده، لان نشوفوا بعض اللاعبين تعبانين، لان تقريبا كل المقابلات نفس التركيبه اللي تدخل. ثاني خطا على التوالي اللي كدال في المره السابقه، المباراه السابقه مرت سلامات وهذا المره هدف. هذا ربما الى الارهاق للاعبين لعبوا كثير. لذلك ساكون قاسيا نوعا ما على المدرب الكوكي. سياسه عدم التدوير في الشباب بلوزات قد تكلف الشباب غاليا، لأنه لو يكون نتيجة سلبية في وهران سيبعث، كنا نتكلم على سباق المرتبة الثانية، سنتحدث بعد لحظة سيبعث سباق المرتبة الأولى مرتبط من مباراة مولودية وهران، لأنه لا ننسى في مباراتين متتاليتين عدم الفوز بسكرة وبارادو، لأنه سياسة عدم التدوير قد تكلف الشباب غاليا، وحتى الخصوم أصبحوا يعرفون طريقة لعب شباب الوزداد. ولأنه مثلا أعطيك كريم، إيوالا والعوافي هم لاعبين ممتازين تقنيا، لما تشوف لاعب ممتاز تقنيا كما إيوالا والعوافي خارج الإطار، ما هو السبب؟ تراكم تاع المباريات وسياسة عدم التدوير والإرهاق البدني. ماذا سيفعل الآن نبيل كوكي قبل مباراة سان داونز؟ عنده مباراة يوم الاثنين مع مولود وهران وعنده مباراة للفوز على سان داونز وتكون نتيجة إيجابية، وجب عليه يدور تدوير سياسة تدوير في بعض اللاعبين مولود وهران. كريم هذا لازم عليه، هذه عمل تاعو ان يدور اللاعبين. شعرتم بان اللاعبين مرهقين في المباراه الاخيره؟ باين. قلت لك احسن لاعب هو إيوالا تقنيا ممتاز، لم نراه بمستوى، ما يقدرش حتى ترويض الكره خاطئ. لاعب تقني ممتاز وما يقدرش يروض الكره صافي يدير بدنيا راهو مرهق. العوافي عودنا على دارشان ممتازه على العوافي، ممتاز تقنيا لم يستطع حتى الجري الشيخ حسين. والمشكل ان الاخ كريم جابر ان المشكله في المقابلات اللي بقات تاع كاس افريقيا، لما ما تخليش اللاعبين يرتاحوا. لكن عندك تعداد شباب الوزداد. نعم عندك تعداد، الله يبارك. وزيد اخ كريم لما ما تلعبش لاعبين ما تتكلش عليهم، تتكل الا على 11 لاعب في نهايه الموسم صعب انك تغامر بهم بدنيا. هادو راح ما يقدروش يكملوا الموسم. وزيد روح المجموعه ان اللاعب ما تتكلش عليه، تتكل على 11 لاعب. لماذا مالك جبت 25 لاعب
لازم تدور وتلقى زيد اخ جابر مش عارف لا توافقني تنجم لما يكون عندك نوعيه تقريب شباب الوزداد الاحسن نوعيه اللاعبين في الجزائر عليك ان تغير الخطط التكتيكيه باش تخلي لاعبين اخرين يرتاحوا وممطون تقيس النتيجه مهم جدا. بصح شيخ حسين الكوكي الان الخطا ارتكبه في مرحلة الذهاب. لا ولكن يقول لك قائل لكن تتكلموا عن الأخطاء، أنا متأهل إلى ربع نهائي كأس الكاف، نعم أنا راني الرائد وراني بفارق شاسع، أنا قد أجاوبكم هكذا. يقدر يجاوبك هكذا، لكن الكوكي لما كان في وفاق سطيف كان أيضا مرتاح للمرتبة الأولى لكن فلتت منه في الجولات الأخيرة. تريدون القول بأن المنعرج هي مباراة سان داونز؟ هذه المنعرج لأنه شوف وصل لأنه المدرب الكوكي وصل في مرحلة اللا عودة. لماذا مرحلة اللا عودة؟ لاعبين لو تقول مثلا انا تكلمت على سياسه التدوير هي صعب جدا لما تدخل لاعب 10 اشهر ما كانش اساسي وتنتظر منه المردود صعب شيخ حسين صعب جدا. هل يمكن ان تدخل مثلا دوكا بوصوف اساسي 90 دقيقه مباشره؟ صعب. الخطا ارتكب في بدايه الموسم، ما استعمل سياسه التدوير في بدايه الموسم، لذلك يحسن عونه ايضا. احنا نقول نحييه لو يفوز بالبطوله ويفوز بالكاس ان شاء الله يفوز يوصل نصف النهائي يحقق كل اهدافه تحاولوا نعطيوا كل الاسئله ولكن احنا نهضروا تجربتنا تجربتنا ان اللاعبين اللي ما يرتاحوش تلعب تتكل عليهم كل مقابلات ممكن يكون عندهم مشاكل في نهايه الموسم. صح، هذا هو الدور ايضا اللاعبين القدامى ومن حقهم يحلوا ويقدموا خبرتهم وافكارهم ومن حق زكريني ايضا أنه يتحدث عن الحالات التحكيمية ويتحدث عن الجدل الذي حدث أيضا في هذه المباراة. لا أنا قلت لك الأسبوع هذا أسبوع حالات تحكيمية، المباراة هذه فيها ثلاث حالات تحكيمية. يلا هيكل دون إطالة نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى تاع بوشار، هنا نقولوا يوتيليزاسيون إيليغال دي برا، الاستعمال غير القانوني للذراع. واش دار له؟ شوف لما اللاعب هو رايح بوشار ما راحش يلعب الكره، راح رمى يده في وجهه وزاد جبده هنايا، شوف يده وراه شوف كي زاد شغل بلياه، شوف كيفاش ما خلاهاش يعني هنا الى امبيشي لا بروغريسيون دو لادفيرسير. هنا ضربه جزاء كان يقول بطاقه حمراء، ليست بطاقه حمراء، بطاقه صفراء. لماذا؟ سيتي اتاك بروميتوز الاتاك هذا ماشي مسك ولا دفع. الحكم سوء التمركز، سوء التمركز، وكان المساعد هنا يعطيه يد المساعده شويه، الحكم مساعد كان في احسن كان يعطيه يد المساعده في مكان مناسب. هنايا ضربه جزاء شوف اليد تاعو كيفاش زيد لا امبيشي لا بروغريسيون دو لادفيرسير، يعني تقدم المنافس نحو المرمى. شوف أوكي. زاد بليه يدو هكذا ضربه جزاء صحيحه لفريق بارادو لم يعلن عنها الحكم، زائد بطاقة صفراء وليست حمراء، نفهموا مليح. الحالة الثانية دائما لا تتك بارادو، هنايا كذلك، هنايا كاين الناس يقولوا دوكسو واش معناتها؟ معناتها ان البطاقة حمراء. هو لما كانوا اثنين لاعبين شوف اللي ارتكب الخطأ هاوليك وراه، ولكن اللاعب الاخر هو مازالوا معاه قادر ينحي الكرة، لهذا في هذه الحالة نعطوا البطاقة الصفراء وليست الحمراء. شوف اللي دار العرقانة اللي راه على الجهة على اليسرى في الشاشة عند بوقر دار الخطأ، ولكن لم يكن آخر مدافع. لا ولكن هو كاين مدافع آخر معه قادر يوصلوا ويحيلوا الكرة، ولكن في مخالفة. لا لا المخالفة موجودة، هو أعلن عن المخالفة وهنا القرار صحيح وأعطاه بطاقة صفراء. كاين ناس نادات قالت بطاقة حمراء، في هذه الحالة ليست ببطاقة حمراء بل بطاقة صفراء. هاوليك كان مركز وشوف وراه ويشوف هنا تمركز بشكل افضل من اللقطه الاولى. شوف انا نعاود لك ونروح لك ونعاود نولي لك، لابد من استعمال الفار في البطوله، لابد من استعمال الفار في البطوله، لان علاش منذ الجوله الاولى للجوله العشرين ما كاين والو كل شيء، لان الان بدات الحسابات النهائيه وحنا هنا في الجزائر ما نحبوش. وقف هذا ضربه جزاء ما فيش، عاودها لي عاودها لي باسكو تحكي مع لا باه نشرحوا. هي لا وجود لضربه جزاء لان فيها حالتين دو سوا ميم،
كانت دو موا ا موا اللي ما نقدرش ندير ضربه جزاء روحي وما نقدرش ندير ضربه زميلي هاوليك ضرب الكره انا نقول لك ضربت في كرشو لا انا ضربت في يده ما ضربتش في كرشو من عند من جات الكره من عند زميله هل يدير الكره حنا كاين زوج حوايج في القانون دو موا ا موا مني والي ولا من عند زميلي لا ولكن اذا كنت متوجه نحو المرمى بشرط بشرط خليني كبل تعلمت انت دار وليت هكا لازم تعلم شويه بشرط الا اذا كان على خط المرمى الكره كانت داخله تمنع حتى من زميله ولا من عنده هو ومنع الكره من الدخول هنا ضرب الجزاء زائد بطاقه حمراء حمراء طاب ولكن في هذه الحاله لا وجود لضرب الجزاء اوكي اتفقنا خلاص الحاله التحكيميه تلت حالات خلاص فهم كيف كنت ترتاح الآن خلاص ما تبقى من عمر البرنامج أنت مرتاح الآن الأمور محسوبة في جانب التحكيم ولكن جابر وحسين سنتحدث الآن عن حسابات البوديوم والبقاء لأنه سكرين الملاحظات يقول لك عندنا حسابات كثيرة ومعقدة حتى اللقب بإمكانه أن يبعث لو يتعثر شباب الوزداد في وهران السقوط الآن أصبحت العديد من النوادي سيفصل في كل هذه الحسابات زميلنا بلال بوزيدي في هذا التقرير ثم نعود إلى النقاش في الوقت الذي يسير فيه فريق الشباب بالوزداد نحو كتابة تاريخ جديد وتحقيق اللقب الثالث تواليا تتجه الأنظار صوب أسفل الترتيب الذي يبدو مزدحما بحسابات السقوط والبقاء قبل 8 جولات عن النهاية أولى تأشيرات النازلين كانت من نصيب هلال شلغوم العيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في 22 مباراة جمع خلالها نقطتين فقط ليودع حظيرة النخبة كأضعف فريق من كل المستويات المقعدين المتبقيين يتصارع فيهما جمع من الفرق أولاها شبيبة القبائل فبين مطرقة المنافسة القارية وسندان ضمان البقاء يعيش الكناري ظروفا صعبة تتطلب تكاثف الجهود لإنقاذ الشبيبة من السقوط الكناري إن أراد أن يحلق عاليا يتوجب عليه جمع 21 نقطة من أصل 33 متاحة في المزاد الشبيبة ستخوض 6 مواجهات داخل الديار مقابل 5 ستتصارع فيها خارج الديار لجمع أكبر قدر من النقاط مع أسبقية 3 مقابلات متأخرة كما أن حسم المواجهات المباشرة مع الفرق التي تتشارك مع الكناري في صراع البقاء يعد عاملا مهما خلال الحسابات عند محطة الختام ثالث المهددين بالسقوط أتيتيك بارادو الذي في جعبته 21 نقطة ومنقوصا من مبارتين يتوجب عليه جمع 17 نقطة لضمان البقاء وبلغة الحسابات يملك الباك أريحية نسبية مقارنة بشبيبة القبائل من حيث عدد اللقاءات التي يتقابل فيها ناهيك عن حسمه لأغلب المواجهات المباشرة مع الفرق المهددة بالسقوط وتبقى فرق نجم مقرى أولمبي الشلف اتحاد بسكرة وأمل الأربعاء وحتى مولودية وهران كلها معنية بحسابات السقوط سيناريو واحد سيرفع عليه ستار المشهد الختامي بطل متوج وصيف وملاحق وثلاثة مغادرون فأي الرفقة ستكون مع هلال شلغوم العيد؟ طبعا حسابات هي كذا معقده في اسفل الترتيب قبل الحديث عن الفريقان اللذان سيغادران حاضره الكبار وبالاحرى الفريق الذي سيرافق فريق هلال شلغوم العيد شباب الوزداد ب 45 نقطه ب 19 مباراة هكذا حسين شباب قسنطينه في المركز الثاني ب 37 نقطه ب 21 مباراة وفاق ستيف 35 نقطة في المركز الثالث ب 21 مباراة مولود الجزائر في ب 35 نقطة ب 21 مباراة واتحاد العاصمة ب 32 نقطة 19 مباراة اتحاد خنشلة ب 31 تقريبا مع مولود البيض ب 30 وشبيب ثورة ب 30 تقريبا من هنا يمكن الحديث عن البوديوم كيف ترى كيف تقرأ كيف تتوقع شوف أولا الأخ كريم
السبب في هذه كل مرة يبعث السباق من جديد، كل مرة يبعث السباق. أولا السبب الأول هي المباريات المتأخرة، لأنه المرتبة الذي يتحتلها فريق ما بعدد مباريات متأخرة هو مغلط له وللفرق الأخرى، لأنه لما فريق يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة مثلا بيض من الخطر إلى الأريحية وإمكانية البوديوم، لأن كل شيء ممكن بعدما لعب مبارياته المتأخرة. لما تجد فريق في المرتبة ما قبل الأخيرة مثلا بخمس مباريات متأخرة هي ليست مرتبته. سنؤجي الحديث عن البوديوم واللقب إلى الأعداد القادمة، لأنه ننتظر ماذا سيحدث في المباراة الأقل القادمة. ننتظر مباراة متأخرة بالدرجة الأولى لاتحاد العاصمة لأنه 19 مباراة، ولكن حسابات البقاء مباراة أتلتيك باردو مع شبيب قباي كانت منعرج بست نقاط، فاز بها الأتلتيك، تنفس، الآن أصبح على بعد أربع نقاط عن شبيب القبائل. نعم، مقابلة أخيرة نارية معقدة، وخاصة الفريق تيزوزو لشبيب اللي ما كنتش أظن كل الجزائريين ما كنتش منتظرين بأن الشبيبة تلحق لهذا الدرجة هذه. والمقابله الاخيره زدت عقدت الامور، لان في المقابله هذه كل الناس كانت دايره ان شبيبه محتم عليها باش تفوز بالمقابله، ان كونكورون ديريكت اكزاكتومون. وزيد خسرت المقابله اللي تعقدت امورها، مقابله ممني بقاو راح تكون اظن نهايه موسم. يلا كيف تتوقع حسابات البقاء؟ والله صعيبه. انا نقول حاجه، ان الكره ماهيش علوم ملقاة وماهيش بين بارادو وشبيب قبائل فقط، نجم مقرم ولي طهران جمعية شلف تاع البسكرة أم الأربعاء. لذلك أنا قلت لك أخي ريم أن نهاية موسم بالنارية. الحسابات ما نجموش نحسبوا، لأن ممكن كنا منتظرين أن فريق شبيبة راح تفوز على البارادو، فازت البارادو، شفنا مولودية تروح في مقرة تفوز بالمقابلة، هذا يخلينا أن راح تكون معقدة، لأنه فيه جابر أيضا نقطة مهمة. أم الأربعاء لعب كامل مبارياته، اتحاد بالسكر لعب كامل مبارياته، جماعة شلف لعب كامل مبارياته، مولودية وهران عنده مباراة متأخرة، نجم مقرة بمبارتين، بارادو بمباراة متأخرتين، وشبيب قبائل بثلاثة. هنا أيضا لما قلت لك أنه الترتيب هو مغلط لبعض الفرق، لما تجرى المباريات المتأخرة ستتضح الأمور. ثم تلك المباريات هي مباريات لا تقسم القسمة على إثنين، وعلى البوديوم كذلك حاجة ما راهي أشيريون كورة ما مع البوديوم، لأن عريتم هذا شباب الوزداد، لأن زوج مقابلات خذوا فيهم زوج نقطات راح تخلي تصعب الأمور، لأن مازال مقابلات أخرى. إذا كان مجرد تعرض طورين عادي، إذا كانت فترة فراغ هنا الأمور صعبة، لأن كل نادي يمر بفترة فراغ في مرحلة ما من مراحل الموسم. شباب الوزداد لم يعش فترة فراغ في البطولة. يوم الاثنين أونفا كونفيرمي، ستتضح الأمور هكذا أو هكذا. سيغادر إذن فريقان من الرابطة المحترفة الأولى. زكين مرتاح الآن، كمل المهمة تاعو يبتسم ومهني في الهشدات البرنامج. لا ما تقلقش، الأخطاء مش راح تنتهي. أنا كنت مخلق قبل بداية الحصة، هذا بطبيعة الحال لأن كي راكم تقولوا أنتم البطولة ما خلاصتش، البطل ما بانش، مازالت 24 نقطة في اللعب، وعندنا إثارة أخرى. الإثارات مازالوا القسم الهوة أيضا، كلمة كبيرة لعبت في تيارة. لا يعني الحمد لله تيارة في روح رياضية عالية. نجم بن عكنون قبل هذه المباراة الرائد كان نجم بن عكنون تنقل إلى تيارة في حال فوز تيارة وفوز ترجي مستغانم، ثلاثة أندية تكون في المركز الأول، نجم بن عكنون، شباب ترجي مستغانم. الحسابات في آخر اللحظات اختلطت بهدف التعادل لنجم بن عكنون الذي أصبح رائدا، ترجي مستغانم ثانيا بفارق نقطة عن نجم بن عكنون، وشبيبة تيار ضيعت فرصة كبيرة جدا لتعزيز حظوظها في الصعود. وتابع سويا ملخص المباراة ثم نعود. وسط حضور جماهيري غفير بملعب قايد أحمد بتيارت والذي امتلأ عن آخره، استضاف الوصيف شبيبة تيارت متصدر البطولة نجم بن عكنون في قمة كروية ومباراة بست نقاط. الدقائق الأولى من المواجهة عرفت سيطرة الفريق المحلي الذي بدأها بمخالفة ثابتة نفذها الوناس مقراني في الدقيقة الثامنة، لكن كانت خارج الإطار. بعدها نجم بن عكنون بادر إلى الهجوم عن
طريق هجمة مرتدة في الدقيقة 11، لكن عودة الدفاع كانت موفقة وهجوم شبيبة تيارت واصل بعدها الضغط ولعب الكرة ليخلق محاولة حقيقية عن طريق المهاجم محمد السعيد بشوشة في الدقيقة 16، إلا أن تصدي الحارس كان موفقا وعلى مناسبتين. بعدها بدقيقتين اللاعب نجيب خيرة ومن كرة ثابتة يحرز الهدف الأول لشبيبة تيارت ويشعل المدرجات مع تجاوب كبير للجمهور. بعد تلقي الهدف الأول بادر عناصر نجم بن عكنون إلى الهجوم في محاولة لرد الفعل، وهو الضغط الذي كلف المدافع شايب الدور عبد الصمد بطاقة حمراء بعد عرقلة المهاجم، وهو ما اضطر المدرب عثماني لإقحام المدافع بن محمد مكان المهاجم الوناس مقراني في محاولة لتنظيم الصفوف. النقص العددي في تشكيلة شبيبة تيارت ساهم في ارتفاع نسق الفريق الضيف الذي بحث عن العودة في النتيجة والتعديل. فريق شبيبة تيارت اعتمد على الهجمات المرتدة التي كادت تؤتي أكلها في الدقيقة 34، والفرصة الحقيقية التي أضعها المدافع رياض قريش وهي أخطر فرصة بعد تسجيل الهدف الأول، وبالمقابل أخطر فرصة لنجم بلعكنون في المرحلة الأولى من اللقاء كانت في الدقيقة 38 بعد أن اصطدمت الكرة بالعارضة، وحافظ الحارس دحماني على نظافة شباكه لينتهي الشوط الأول بتفوق فريق شبيبة تيارت الذي تمكن لاعبوه من تسيير هذه المرحلة رغم النقص العددي وإنهاء الشوط الأول بالتفوق بهدف لصفر. مع بداية الشوط الثاني انخفض نسق المواجهة ووصل فريق نجم بن عكنون البحث عن التسجيل والعودة في النتيجة، وبالمقابل صمد عناصر شبيبة تيارت حفاظا على النتيجة وترصدا للهجمات المرتدة لاقتناص هدف ثاني في ظل النقص العددي في صفوفه، وهو ما ترجمته محاولة بشوشة في الدقيقة 54 التي انتهت بمخالفة نفذها بالمصابيح وكانت خارج الإطار. محاولات نجم بن عكنون استمرت بعدها وكادت تكون مثمرة في الدقيقة 72 بعد تنفيذ ركنية، إلا أن الاستماتة الدفاعية للشبيبة حال دون ذلك. المدرب عثماني لعب كل أوراقه في تغيير اللاعبين لمحاولة ضخ دماء جديدة وإعطاء نفس بالتركيز على الجانب البدني، وبالمقابل لم يتمكن رفقاء عبد الرحمن حشود من فك شفرة دفاع شبيبة تيارت طيلة أطوار المواجهة إلى غاية الدقيقة 88، أين عدل اللاعب بن شريفة الذي طرد بالبطاقة الحمراء بعد إمضاء هدف التعادل ليتساوى الفريقان في النتيجة والتعداد. كما أن فرصة سليمان مرسلي في الوقت بدل الضائع لم تكن موفقة لينتهي اللقاء على نتيجة التعادل بهدف لمثله. شكرا لزميل أحمد قودرية الذي رصد كل صغيرة وكبيرة في هذه المباراة وهذا الملخص المطول لقمة الجولة. في طردين في هذه المباراة سكريني. نعم طردين طردين نعم. شفنا الطرد الأول واضح يعني دوكسو، هذاك هو الدوكسو اللي يقولوا دوكسو، هذاك هو اللي نوكازيون دو بيت مانيفست، اللاعب رايح للمرمى خلاص وحده وجه لوجه ثاني خارج منطقة، هاي اللقطة هاي اللي كورها شوف مسك خارج منطقة العمليات مخالفة مباشرة زائد طل. لا أنا إحنا داروا المباراة في فيفا بليس يعني ثلاثي التحكيم بن يحيى بيوت حميدي يعني أدوا مباراة يعني بدون أخطاء تحكيمية وفلقاو يعني التشجيع من طرف شبيبة تيارت يعني على الروح الرياضية والجماهير تاع الروح الرياضية اللي أدوها اليوم. يلا زكي نذهب إلى مستغانم لأنه الحسابات هي هكذا بين نجم بن عكنون وشبيبة تيارت وترجي مستغانم الذي استقبل فوق أرضية ميدان وفريق مهدد بالسقوط وهو فريق وداد تيليمسان على أرضية ميدان محمد بن سعيد بمستغانم. إذن تمكن فريق ترجي مستغانم من تحقيق انتصار ثمين خلال المواجهة التي جمعته بوداد تيليمسان برسم الجولة 25 بهدفين دون مقابل. هدف الأول وقعه زيوش الذي نشاهده على الصورة في حدود الدقيقة 13 من المواجهة، وهو التقدم الذي حافظ عليه أشبال المدرب عزيز عباس إلى غاية الدقيقة 90.
في هذه المباراة أيضا استفاد فريق ترجي مستغانا من ضربة جزاء سنشاهدها بعد لحظات في هذه اللقطة. هكذا حولها مولاي إلى هدف ثاني. شاهدنا اللقطة والضربة الجزاء شرعية. شرعية يعني بكل صراحة صحيحة لا غبار عليها. لا غبار عليها طبعا. التغطية كانت زميلة هواري. لا في المباراة كذلك تحكيم كان جيد يعني بدون أخطاء تحكيمية. من محطة زميلة هواري من محطة وهران. لدينا صور أخرى من قسنطينة. الآن في مجموعة غرب وسط الأمور واضحة. الصراع بين شبيب تيارت بين نجم معكم في الصدارة ترجي مستغانم وشبيب تيارت. مباراة الأخيرة تخيل بين من ومن يا حسين الجولة الأخيرة بنعكنون مع مستغانم. مستغانم ترجي قد يكون نهائي أكيد ممكن الحسابات لا نهائي ماشي قد يكون قد يكون قد لانه لو يكون خمس مباريات ما تكلم بلغه الارقام سكريليك وشي ممكن. في مجموعه شرق وسط الصراع بين واتسوف والخروب. والخروب نشاهد اليوم فريق جماعه الخروب يا هيكل فاز برباعيه كامله امام فريق غادره حاضره القسم الهواف. اذا فريق جمعيه الخروب تمكن من الفوز باربعه اهداف كامله. الهدف الاول من سجيل زهر الدين بن عبده في الدقيقه 26، حسام بوراس الدقيقه 54، الهدف الثالث سيدي علي قادر الدقيقه 82، والهدف الرابع الكريم بعلي في الدقيقه 86. مباراة حضرها زميلنا محمد الصالح بوساكر وأرسل لنا هذه الصور وهذه الأهداف. قلت الترتيب في هذه المجموعة يبقى الوادي السوف في الصدارة بفارق نقطة على جماعة الخروب. يبدو أن الصراع سيكون بين هذا الثنائي لغاية الجولة الأخيرة. وهناك نهائي أيضا لو تكتمل الأمور بهذا الشكل في أي جولة الخروب ستستقبل الوادي السوف في الجولة الأخيرة. يلا سكريني كيف سنفعل؟ لا نهضر على خش مقبل وداد تلمسان ما هضرش على الحكام. هو سيد دخان مع ركبي مع ردوزي وهما مثلا أدوا مباراة يعني بكل صراحة جيدة. والخروب أدى مباراة سيد مخالدي مع عزيزة مع عزة وبو زوران أدوا كذلك الهوات الثاني يعني بكل صراحة في الهوات ما كاش يعني مشاكل يعني من هم الحكام اللي راح يديروا المقابلات تاع حكام دوليين من عكنون دوليين حتما افضل من اليوم تيارت المقابلات الاخيره تاع لا شوف اللي راهم شوف اللي راهم اون فورم اللي راهم واجدين ذهنيا بدنيا هما اللي راحين يديروا المباريات اختار الافضل حتما افضل ما لديك افضل ما لديك انت هما الحكام اللي عندك وحكام ممتازين. كاين اسبوع شوف في كل عام تحب نجيبها لك انا من 85 ونجي جايك كل سنة كاين بيريود وين تكون ضجة على التحكيم طبيعة الحال فيه عادي فيه الناس تطلع فيه الناس تحبط فيه كذا وبشن الشيء الغير مسموح أن لما يكون الخطأ مؤثر على فريق على فريق هنا اللي تكون هكذا ولكن لا أخطاء تكون بالك من الأسابيع القادمة إن شاء الله تنقص الأخطاء. شوف في الدوزيام ديفيزيون يعني أماتور ما كانش الأخطاء راح ترتاح أخ زكريني لأن العام الجاي يكون إن شاء الله إن شاء الله هذا هو الأهم والله لما يكون عجبوا الحال مرتاح ترتاح إن شاء الله. والتغطية هيكل بالنسبة لمباراة شبيبة تيار طبعا أمام نجم بن عكنون كانت لزميلنا مراد عبروس الذي نحيي بالمناسبة والتصوير كان لزميلنا أحمد طوهري. شكرا كثيرا لزملائنا على هذه التغطية والصور الجميلة التي شاهدناها من كل جوانب وكواليس قمة هذه الجولة. يلا نرتاح قليلا سنشاهد الآن ونستمتع سويا بأجمل 10 أهداف وبعد ذلك نسأل محللينا هل بإمكان هدف بنزازة أن ينضم إلى قائمة أجمل الأهداف؟ هل بإمكان أيضا هدف قناوي أن ينضم؟ أم أننا سنكتفي بالعشر أهداف إلى حل المسجلة إلى حد الآن والمختارة من قبل مشاهدينا إلى حد الآن؟ نستمتع سويا ثم نعود إليك. We'll be right back.
هي أهداف جميلة وأخرى جميلة حتما أيضا ستنضم إلى السباق. كنت سأسألكم عن جمالية الأهداف بدون نقاش. كلها جميلة. رقم واحد أظن بدون نقاش. بدون نقاش تاع السياسي شباب قسنطينة. نعم يبود. يلا الآن سنتذكر واحد من أجمل أهداف لشباب الوزداد، لكن بعد الفاصل الخاص بنوستالجيا يا هيكل. اسمعين غانا. وش راك حاب تشوف يا سكرين؟ راح تشوف معنا الان بعد لحظات قليله فقط من الان لاعب حمل طويلا الوان لسنوات طويله الوان اتحاد العاصمه نصر حسين داي، ثم انضم الى شباب الوزداد مدافع رائع جدا ايمن اسمه غانا. سجل هدف جميل جدا. ذكرنا في المرات السابقه العديد من مدارس الكره، اليوم سنتذكر اولمبي العناصر. كان يخوض دربيات مثيره امام كيف كان يصعب الفوز على أولمبي العناصر يا حسين. نعم. ياحي خاصة لما كان المرحوم رمضاني مدربا، وكان الصادق عطية رئيس الفريق الله يرحمه ويسع عليه. هو كان يعني لما كان رئيس فريق كانت لوامار في عز أيامه، كثير من أسماء مرت وحملت. نعم. قميص كل لاعبي شباب الوزداد كان الحمد دربتهم أنا ومنا ثلاث مواسم، طلعنا من الديفيزيون تروح حتى البريمير ديفيزيون. وهذا والمباراة تاع شباب الوزداد أولمبي العناصر غادرنا المدرب ياحي جولة قبل هذه المباراة. نعم. وأنا التحقت بالفريق الوطني إسبوار، لذلك لم أشارك في هذه المباراة لأن هذا الجيل كنت معها أنايا. الحالات النادي التي يفوز فيها شباب الوزداد على أولمبي العناصر. نعم. صح. كان يوجد صعوبة كبيرة أمام أولمبي العناصر. نعم الحق له المستوى عالي كما قال أخ سكريني مع المرحوم عطية. المرحوم عطية أعطوا الإمكانيات لهذا الفريق رؤساء. انا تعاملت معاه يعني مستوى عالي. نعم. مستوى عالي بزاف يعني. كان مدير عام كان صراحه يعني بكل صراحه هادو هما الرؤساء يعني اللي يعني قدموا كثير لكره القدم. قاسم الامام ربي يرحمه رحمه الله عليه، محفوظ الدرباج عطيه ربي يرحمه، تحنوتي ايضا بودريو تاع عين البيضاء جي بزاف يرحمهم رحمه الله عليهم. فريق الطباخي تاع البرج كثير. لذلك في نوستالجيا نتذكر كل هذه الاسماء التي قدمت الكثير لكره القدم الجزائريه. دعونا نتابع سويد الملخص بتعليق الغائب عنا في هذا البلاطو اليوم في هذه السهره محمد جمال، نستمتع سويا. ثانيه امام مكحوت وصلت الكره مكحوت ربما راح يسدد تسديده جانبيه فوق المرمى واول محاوله في المباراه. تو عمر يلعبها لعمرون، عمرون محاولة للمرور والتوزيع الكرة سديدة قوية والحارس طوال في المكان المناسب من عمرون من على خط بالنسبة لأولمبيك العناصر. بالبوني وهذه الكرة هديها مكحوت خطيرة خطيرة هذه الكرة لصالح أولمبيك العناصر. محاولة أولى وثانية بالخير وبالبوني يحاول أن يسدد وبالبوني في الاستقبال كابري خر في التنفيذ مسعود أو غانا. غانا جميل ورائع تسديده قويه قذيفه من جانا.
بن دحمان يلعب داخل منطقة العمليات خطيرة جدا وراسية محولة وإلى ضربة مرمى كانت من براكني المدافع والقائد. وضعية التسلل يقول الحكم المساعد الأول هذه الحالات التي تحدث عنها السيد رشيد مجيبة ملعوبة رأسية وجانبية بدون مراقبة داخل منطقة الجزاء محمد لامين بالخير أو عبدي والكرة جانبية بعيدة عن مرمى الحارس أسرير. تغيير آخر في تشكيل فريق شباب بالوزداد رقم 29. تحية إذن لإسماعيل جانا في ركن نوستالجيا نتذكر دوما في كل مرة أسماء متألقة خاصة أنه لاعب خجول وإنسان رائع بغض النظر عن أنه لاعب شخصيته أيضا وأخلاقه. هذا هو العام كريم اللي تم انتدابي في شباب بلوزداد وتم انتدابي مع أربع لاعبين من نصر حسين داي شريطية إسماعيل جانا كابري لاعبين كانوا في كانت فريق ممتاز كان هداف تاعنا مسعود اللاعب السابق الشلف والمدرب تاعنا السابق كان حسين ياحي. هذه المرحلة كان رئيس الفريق هو حساني حساني أيضا للحيو بالمناسبة حساني رؤساء أيضا متميزين لقدم الكثير رؤساء متميزين وكان لاعب خجول وكان رغم الخبرة تاعه كان يتعامل معنا كلاعبين صغار والآن راه مدرب نوجه له التحية إن شاء الله. حسين في ثواني هدرت على الرئيس حساني ممتاز رائع اولا كانسان وكذا كيحب الفريق ما تصورش في العقل وابتعد نهائيا عن عالم كره القدم ما ينجمش هو بالعقليه تاعو والحب للفريق ما ينجمش يخدم في الوقت اللي رانا فيه. وزيد عطيني الفرصه برك تاع كما كان يحكي جابر هاد اللاعبين اللي دربتهم وخاصه هذا اسماعيل رائع الحيوط رائع كلاعب ورائع كانسان ما شاء الله ما شاء الله. والحكم لا إسماعيل كان مثلا نوجه له تحيه كبيره لا يعني نعرفه مليح يعني ما كاش ابن عائله باتم معنى الكلمه من جميع النواحي بكل صراحه. شباب الوزداد من زمان لي زاريير دروا تاعهم دي غرون من سليماني الدحماني محمد الدحماني القالا من بكري حتى ناس الحكم تويتي جاب الله ابن مدينه مسالم اللي نتحيه من هذا المنبر تحيه كبيره لتويتي جاب الله يعني ليك وحشه كبيره. نحن ايضا نحييك ونحيي اسماعيل جانا ونحيي ايضا يحيى حسادي ونحيي كل الفاعلين في الساحه الكرويه الجزائريه. شكرا لكم سادتي على هذه السهره الرمضانيه الممتعه. سنلتقي سويا في سهرات مميزه ربما مع اليوم الاول للعيد. سيكون الموعد مع بلاطو تحليلي خاص بمباراه شبيبه القبائل امام الترجي التونسي والنقل المباشر للمباراه في اليوم الثاني للعيد بالنسبه كبير. اليوم الاول شباب الوزداد ونادي داوس في بلاطو تحليلي أيضا والبث المباشر للمباراة. ويوم الأحد أيضا سهرة أخرى ثالث عيد ربما هكذا وثاني عيد صدر بعد عين الشك. هذا الأكد أنه القسم الرياضي والتلفزيون الجزائري سيتجند من أجل خدمة مشاهدينا الكرام كرويا في سهرة إفريقية خالصة. إذا الشكر موصول أيضا لكل عمال الاستوديو رقم 2 بقيادة المخرج هيكل القاسمي رئيس التحرير كان طبعا طارق أبو فليح التنسيق إسلام مباركي. الشكر موصول لكل زملائنا الذين ساعدونا في إعداد هذا العمل. لن أنساك يا محمد استو لأن لمستك الفنية حاضرة كالعادة. شكرا وإلى الملتقى.